عليك وانا جنبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدي الكرام، واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج سيده في مساء الخير بنات. مساء النور عبير. كنت حابه اسالكم اليوم كذا افتتاح برنامجنا اليوم للحلقه اليوم. والله انا قلبي حاسسني، ايش قولي لي ايش عندك؟ لا لا شوفوا، هو بتصير معاكم ايام ان تكونوا يعني عادي تحبوا دوامكم وكل شيء، مره تحبوا دوامكم اقوى شيء في الدنيا. يعني مثلا واحده من الناس انا اللي مره احب دوامي ومره انبسط لما اجي اداوم، بس اوقات كذا اقوم من جد ما لي اخي ما ابغى اداوم. يعني مع انه الدوام يعطيكي فرصه لكل حاجه، يعني يعطيكي وقت تنامي فيه وتجي براحتك، دوام مدلعك من الاخر. طيب بس برضه تقومي مالك نفس تداومي عشان الزحمه. الزحمه هذه اللي انا كنت جالسه بتكلم معاكم فيه اليوم. فعليا انا يعني من بيتي للدوام اليوم تقريبا استغرق معي المشوار من 35 40 دقيقه. الزحمه جدا مزعجه، التحويلات اللي صايره عشان المترو وكذا بتضيعي. يعني حتى فجاه تنامي تكوني في الطريق شكل، تصحي تلاقي الطريق صار شكل ثاني. يعني هو يعني تعليقا على انه انا ما لي خلق اداوم، يعني بغض النظر الانسان كان سعيد او مرتاح في طبيعه عمله او انه يحبه، هو في الاخر روتين. لكن زي ما قالت غزل، استهلاك الطاقه اللي بتصير ما بعد الدوام او قبل الدوام هي اللي بتخلي الواحد شويه يهبط. صحيح، متعب اكثر لما تخلص الدوام وتيجي راجعه على البيت، انه مثلا ما يكون لك خلق وخلاص انت اوريدي مثلا استغرقتي طاقتك او استنزفتي طاقتك. صحيح. في الشغل انا اجلس اول كمان تمشي ساعه فعليا قريب مع المترو. اوكي شكرا. حبيت روحك المرحة انه احنا اخذين هذه المواضيع بعين الاعتبار، ما تشيليها. شكرا من هذا المنبر. هتحاول تسعدك. طيب نروح في جوله سريعه. طيب في جوله سريعه لاخر الشغلات والاخبار المتداوله واللي صار امس تحديدا في ملتقى مسك. الملكه رانيا العبدالله في الملتقى، ملتقى مسك العالمي، وأكدت خلال كلمتها على أهمية كيف ممكن نفتح آفاق للشباب العربي وقد إيش لازم نوفر لهم فرص عشان يحققوا ذاتهم، وأكدت أكثر شيء على التعليم وعلى حق التعليم. خلينا نشوف مع بعض كلمتها من هذا الفيديو. خلال الفيديو عيد النظرة في دوافعنا لاقتناء التكنولوجيا، فليست الأولوية سباق القلة إلى القمة بامتلاك آخر صيحاتها، بل تكنولوجيا تمد يديها لترفع مجتمعاتنا بأكملها. ما نحن بحاجة إليه هو تكنولوجيا لها قلب وقلبها علينا. تكنولوجيا لا تقاس سعتها وسرعتها بالبت والبايت، بل بقدرتها على ردم الفجوات التي تقف بيننا وبين تحقيق ذاتنا كشعوب. فجوة الأمان، فجوة التعليم، وفجوة يعني زي ما شفنا هذا المقطع من الفيديو من كلمة الملكة رانيا العبدالله، يعني لما يعني أكدت على أهمية التعليم وكمان أكدت على أهمية الإنترنت، لكن مو عن طريق السرعة والمساحة قد ما هو مهم من ناحية المحتوى أيضا، لأن المحتوى هو اللي بينتشر بشكل أكبر وأوسع وبيوصل للكل من خلال محركات البحث. صحيح، يعني أنا هذه السيدة يعني الملكة رانيا من إحدى الشخصيات اللي تعتبر مؤثرة خصوصا في الشباب. كيف أنه كلامها من جد بيعطي حافز وبيعطي قوة لكثير شباب أنهم يبدعوا في مجالات كثيرة في شغلهم. هي فعلا بالفعل من الشخصيات المؤثرة على جميع النطاقات صراحة، وتحديدا أنا بالنسبة لي أشوفها من المؤثرين من ناحية الأناقة والشباب. من جد صح. ايش عندنا خبر؟ طيب وعندنا خبر ثاني بحكم ان احنا برضه ما زلنا في حكايه الاناقه والشياكه والاشياء دي. شركه ماتيل الامريكيه اللي زي ما كلنا نعرف ان هي الشركه المسؤوله عن تصنيع دميه باربي. هي اتوقع ما في ولا بنت في الحياه ولا واحده فينا ما كان عندها دمية باربي. لا انا اتوقع بدل الواحدة عشرة يعني كلنا على مر السنوات. طبعا اطلقت ماتيل دمية باربي محجبة للامريكية ابتهاج محمد. طبعا ابتهاج محمد احنا نعرف انه هي حاصله على الميداليه البرونزيه في رعبه المبارزه بالسيف في اولمبيات ريو العام الماضي. أيوة. طبعا هي امريكيه محجبه مسلمه حاصله على الجائزه، فانهم اطلقوا بار شيء جميل. ايوه المحجبه الامريكيه الاولى. أيوة.
طبعا في كثير من الناس من المغردين اكيد منتقدين ومعارضين ومؤيدين. ايوه انه مثلا يقول لك انه ليش هي تحديدا اخترتوها من ضمن السيدات المحجبات في امريكا مع انه في مسلمات وعربيات محجبات، بس ليش هم اختاروا دي تحديدا؟ وفي بعض الاخر اكيد كان مؤيد يعني لهذا النوع من التكريم، انهم يعني كرموا وحده سيده رياضيه مسلمه حاصله الجنسيه الامريكيه. ايوه وطبعا تعتبر ابتهاج من الاسماء البارزه في الرياضه. بالضبط. فانا كنت بقول هي اصولها عربيه ولا هي امريكيه؟ امريكيه بيور امريكيه. اصولها افريقيه. افريقيه. ايوه امريكيه. طبعا وصل الترند على انه طلعوا دميه باربي يعني لابتهاج تحديدا 13,000 تغريدة بس في 9 ساعات. ومتى تكون موجودة في الأسواق اللعبة هذه؟ بداية 2018 بإذن الله. خلال الحلو كذا أنه في باربي محجبة أخيرا، يعني بدل ما باربي على البيتش باربي محجبة. وكمان يعني هي نفسها ابتهاج كمان غردت وقالت أخيرا الحلم تحقق. فحلو أنه يكون في نوع من يعني بيبي منك دمية أو رمز، إنه حلو يعني وتبدأ تنتشر وكل الناس بيمكن يشتروها ويحتنوها. يعني أنا متحمسة من جد إنها تنزل، أبغى أشوفها لأن أنا من جد أحب الباربي. أي. يعني بجميع أشكالها بجميع أحجامها، حتى كان في الباربيات الصغار، في يعني الباربي من الألعاب المفضلة يعني في ذا العمر. لعلمك إلى الآن لما أروح محل الألعاب أول حاجة لازم أعملها إني أنا أدخل كده على السكشن اللي فيه باربي، أخذ كده لفة عليه. إيش منزلين منها أشياء جديدة؟ إيش الفساتين اللي هي لبستها؟ إيش في مثلا أكسسوارز خاصة فيها؟ بيتها، سيارتها، أشياء. إلى الآن أنا عندي هوس باربي. ترى أنا إلى الآن يعني أستقبل هدايا ألعاب. الله يبشرك بالخير. يعني أكثر واحد ولدها خلاص. أنا هجيب لك ألعاب وأنا باربي. عموما عندنا كمان خبر ثاني زي ما سمته غزل فيس اوف. الفيس اوف ايش صار له؟ انتم متخيلين انه فيلم فيس اوف انتجوه سنه 1997؟ وقت ما شفنا فيلم فيس اوف كنا نقول انه مستحيل الشيء ذا يصير، لا يمكن يصير انه يشيلوا وجه ويركبوه على وجه او على جسم ثاني. بس فعلا الموضوع ده صار عبير. اللي صار انه سيده امريكيه اسمها روس كانت متزوجه وزوجها انتحر في عام 2016. لما انتحر قامت تبرعت بجميع اعضاء جسمه، فمن احدى الاشياء اللي تبرعت فيها كمان كان وجهه. طبعا هي ما كانت موافقه في البدايه انها تتبرع بوشه، لكن وافقت وحبت انها تتبرع بوشه لشخص عاش طول حياته لمده 10 سنوات مشوه، وايضا كان السبب انه هو انتحر ولكن ما توفق في الانتحار. يعني لم تزبطه معنا. يعني اللي صار معاه انه هو طلق على الدقن من تحت فخسر الانف، خسر الدقن واحدى عينيه. فلما قام اخذ الفيس حق زوج روس الله يرحمهم جميعا، يعني صراحه من احدى الاشياء اللي كانت خشمه كان اصطناعي، لانه ما كان قادر يتنفس، كان عنده خشم اصطناعي مسويين له، وكان اغلب اجزاء وجهه مشوهه بسبب الطلقه الفاشله. هذا عاش في 10 سنين مشوه، في لحظه اختارت ان هي تتبرع. انقذته واعطته وجه زوجها. مش انقذته، بمعنى اصح هي تبرعت له، نوع من انواع الانسانيه انه الواحد يتبرع. يعني في الاخير هو هيموت، من جزء من الاشياء اللي انت تقدر تتبرع فيها ايضا غير الكبد، القلب، كمان الكلى، هذه الاشياء كلها. روس كانت متردده انها هي يعني تتبرع بوجه زوجها. صحيح. وترجع تشوفه مره ثانيه. صحيح. يعني سبحان الله الواحد يتبرع بكبد، برقبه، بكلى، هذه كل الشغلات ما تبان، بس الوجه هو يعني محط الانظار. فلما قابلت زوجها بعد، او مو زوجها، وجه زوجها الشخص اللي تبرعت له، لا شعوريا يعني حست بحنين وحضنته وكانت بتبكي وقالت له انه اعتقد انك بخير. أيوة والله. أيوة. حلو الطب انه قديش اتقدم واتطور في المجالات دي، لدرجه انه برضه الان حنسمع انه بعد فتره حيعملوا عمليه الواحد حيتبرعوا له براس. يعني العمليه اخذت قد ايه؟ العمليه اخذت 56 ساعه. 56 ساعة. فشيء كويس يعني تنفيذ. بس هي. الوجه بس هي كمان تبرعت لهذا يعني بعدة أشياء من جسم زوجها. تحسيها نفضت زوجها. طيب
في ناس يحتاجوا يعني في الآخر، يعني ما تعرفي كيف أنه يعني مصائب قوم عند قوم فوائده في الآخر، يعني هو توفى وقدرت أنه ما في شيء مستحيل. يعني أي موفي يعني ممكن أنتوا تشوفوا تلاقوه بعد فترة بعد سنوات محقق معدودة أتحقق. أي هو نوع من أنواع الإنسانية فعليا. طبعا أكيد دخلوا ما بين معارضين ومؤيدين ومشككين، خصوصا عندنا لأنه إحنا دولة إسلامية، لكن الفكرة دولة مسلمة، الفكرة كلها أنه يعني هو جزء إنساني، يعني شيء إنساني. أنت خلاص يعني مثلا هذا الشخص توفى، أو مثلا أنا عارف أني أكيد أنا مني متبت في الدنيا هذه، فأنه من إحدى الأشياء اللي أنا أقدر أسويها عشان البشرية بشكل عام. أنا بتكلم مثلا عن نفسي. الاثنين كانوا يبغوا ينتحروا زوجها والثاني هي ما تحضر مع ناس تبغى تموت، ايش اسوي لها؟ انا بحكي من ناحيه بس هو شعور غريب انك تشوفي وجهها ان هي تشوف وجهها زوجها بعد ما اتوفى من اكثر من 3 سنوات. يعني اتوقع ممكن يتزوج الوجه بطريقه كويسه. اي اكيد يا غزل، يعني وش يعني؟ لا يعني مثلا يركبوه مثلا بطريقه كويسه انه اي اكيد، لانه شوفي اول حاجه لازم يشوفوا في تطابق في الانسجه، كمان لازم يبدا ياخذ ادويه مثبطه للمناعه على اساس انه يتقبلت الاشياء الجديده اللي هي مثلا من ناحيه جلد، من ناحيه اعصاب، من ناحيه طبعا هذه اكيد يعني أشياء كثيرة، خطوات كثيرة مشيت فيها إلى ما أن يصير في هذا التطابق والجسم الأساسي ما يرفض الزراعة. صحيح. يعني الطب تقدم وهذا شيء جميل، وبعدين شيء حلو مرة منها هي إنسانيا إنه هي بتقدم هذا الشيء للناس، يعني هذا شيء حلو. أنا أفكر فيها من ناحية إنسانية. غزل حاولي إنك ما تعلقي علي أنا عارفة إيش تقولي. أنا مو كذا، إنه يعني هي أوكي طبعا هي حرة، بس إنه زوجها انتحر وتبرعت بوجه زوجها لواحد برضو كان منتحر. إيش يا اختي تدي فرصة لنفسها، يمكن يكون أخلاقه أحسن. خلاص خليها هي تجرب تشوف إيش يصير معاها. ما تعرفي شو ممكن يصير فعليا، يعني خلاص شافت جوزها على شخص ثاني. بس أنا أتوقع أنه هي لا فعليا يعني تحست أنه هذا الإنسان هو فعلا محتاج. 10 سنوات ما هي مدة بسيطة أنه الواحد يعيش بوجهها مشوه، فلما عرضوا عليها كانت مترددة في البداية، تشاورت مع صديق زوجها والحمد لله يعني تمت العملية بنجاح. يعني من الأشياء اللي أنا حابة كمان أذكرها أنه هو هذا الشخص اللي هو حاول ينتحر جلس 10 سنوات مشوه الوجه، يعني هو عارف أنه اي طلق يعني هذه الطلقه ما حد ينجي منها، بس انت نجيت بفضل من رب العالمين. ثاني حاجه في شيء في ريزن، في سبب سامي وهادف. الانسان دايم لازم يتاكد من شغله انه لما يطيح لازم يقوم، فهذا الشيء كان مره مهم. عجبتك ها؟ ايه. عموما نطلع فاصل لمشاهدينا ونرجع مره ثانيه.